أهل القرآن، أهل القرآن، أهل القرآن، أهل الرحمن. إذا مررتم برياض الجنان فارتعوا واقرأوا، فارتعوا واقرأوا آيات الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل القرآن. أهل القرآن يحل ضيفا اليوم على قارئ ومقرئ مغربي متميز متألق، أعطى الشيء الكثير للقراءة القرآنية وللقرآن الكريم من حيث نقله إلى الآذان في مشارق الأرض ومغاربها. استمع إليه الناس في المغرب، واستمع إليه أناس كثيرون في دول عربية إسلامية وغير عربية وغير إسلامية. نتحدث اليوم عن المقرئ المغربي سي العيول الكوشي. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا. وطبعا احنا مادام هذه حلقة فيها نوع من التكريم، لا نقول تكريم لأننا مش نكرموا شيوخ ديالنا أمثالكم قصدا شي حاجة كثيرة، ولكن الذي نستطيعه أننا أتينا بشيخكم الذي حفظكم القرآن الكريم ليكون حاضرا معكم أيضا في معنا في برنامج أهل القرآن، اللي هو الشيخ كبور مغترف. اهلا ومرحبا بك في برنامج اهل القران. ويستكثر الصوره ويتزداد بهاء وجمالا ونورانيه جبنا الوليد ديالك معاذ العيون. اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا. فهذه رساله اخرى مشاهدين الكرام انقلها اليكم من المقرئ المغربي سي العيون الكوشي، حيث حافظ على الارث وعلى الأمانة العظيمة والعظمى هي أمانة القرآن الكريم، ويريد أن يغرسها في قلوب أبنائه وبناته. اليوم معنا سي معاذ، نتمنى له إن شاء الله يصبح هو الآخر مثل أبيه متميزا في قراءة كتاب الله عز وجل بحول الله، لأن الآباء هم اللي كيتمنوا لي لازم يكون أحسن منهم. إذن مشاهدي الكرام نعطيكم بشكل موجز ومختصر، لأن غادي نتوسع أكثر بنسبة معينة طبعا التوسع مع الشيخ ديالنا سي العيول الكوشي، لكن نعطيكم معلومات طفيفة. سي العيول الكوشي من مواليد 1967 بإقليم أسفي، أب لمريم هي الآن في التعليم الجامعي، ومعاذ وهو يحضر معنا، وسي محمد لازال أربع سنوات. سي العيول الكوشي إمام بمسجد الأندلس بحي أنسي بمدينة الدار البيضاء، وخطيب بمسجد الفتح بالمدينة نفسها. ما محتاجينش مشاهدي الكرام باش نذكركم على أن سي العيول الكوشي كانت عنده مشاركات في مسابقات وطنية ودولية، وخاصة المسابقات الوطنية كان فيها مشاركا وأيضا حكما في رجال التحكيم. له تسجيلات للمصحف الشريف، وخصوصا تسجيلان مشهوران والحمد لله كيستمعوا لهم المسلمين في قنوات عديدة. عنده تسجيل في مصر، وعنده تسجيل بقناة محمد السادس للقرآن الكريم، قناة السادسة، راه كيدوز وكيسمعوا له المسلمون. نشوفوا الشيخ ديالك اللي حفظتي عنده القرآن الكريم، اللي هو الشيخ كبور مغترف من مواليد 1947 بإقليم أسفي، عنده تجربة ديال الحفظ في القرآن الكريم فقط 40 سنة، أكثر من 40 سنة مشاهدي الكرام، وهذا الرجل يحفظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا أيضا، للإناث وللذكور، من بين تلامذته السي العيول الكوشي وعشرات آخرون حفظوا القرآن الكريم على يديه. فهؤلاء الشيوخ اللي كانوا شيوخ أعطوا الشيء الكثير ولكن لا يتحدث عنهم، لعل الله سبحانه وتعالى يجزل لكم الأجر والثواب الأعظم
واخا ما تبانوش وما تهضروش، ولكن يكون الاجر عند الله عز وجل، لان العطاء اللي اعطيته والاشياء اللي قدمتها للامه هي اشياء كبيره واشياء عظيمه. اما السي معاذ العيون ومشي الكوشي، وهنا باش نقول للمشاهدين الكرام ان كثير ما كيتسالوا، انا ايضا كنت معكم اتساءل السي العيون الكوشي واش شكون هي السميه وشكون الاسم العائلي؟ فالاسم العائلي هو العيون، وسي الكوشي هي الاسم الشخصي، وهذه كما قلت لي ان هذا الاسم منتشر هناك بمنطقه اسفي. سي معاذ العيون، قل لي الاسم السين ديالك ومستوى الدراسي ديالك، وشحال كتحفظ من القران الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اسم ديالي معاذ العيون، مزداد بسنة 1998 بمدينة أسفي. كنقرا في القسم الثانية إعدادي. الثامنة. شحال كتحفظ في القرآن الكريم؟ كنحفظ لحد الآن 20 حزب. وغادي في المسيرة؟ إن شاء الله. اللي كتجمع ما بين التعليم العمومي والتعليم وحفظ القرآن الكريم. نعم. شكون اللي تحفظ القرآن الكريم؟ الشيخ ديالي سي مغترف كبور. يعني كبر باك وتيقرك بزاف. الحمد لله، الله يجازيه بخير. والاب ديالك ما كتقراش عنده؟ الاب ديالي كيعطيني بزاف ديال النصائح، وكيجلس معايا وكيشوف معايا القواعد، كيصح لي الاخطاء ديالي وكاع داك المسائل ديال القران. وتيبقى الوقت هو مسكين ديما مسافر، الحمد لله ديما مطلوب، وديما ديك البركه اللي كاينه تينفق عليها، تينفق منا عليك. احنا مقصرين من جهتهم، ولكن رب العالمين الحمد لله. الحمد لله. سي العيون كلشي، قبل ما تبدا لينا وتحضر لنا شي شويه، اول كلام يكون متصل ومتواصل هو كلام الله عز وجل على لسانك ان شاء الله. وحنا بغينا نستمعوا لك في هذه الحلقه ربما اكثر من قراءه، نبداو بعدك بالاولى وحين الله ما عرفنا ان شاء الله عز وجل، باش نبداو ان شاء الله تقرا لنا. انا امنيتي وملتمس ديالي تقرا لنا بالصيغه المشرقيه والصيغه المغربيه وبالصيغه الكوشيه. هنا الحق يقال، وقد شهد لك المتخصص ماشي انا. انا لست اهلا لهذه القراءه كاملة. لا، خصوصا لان الحمد لله جئت أسست مدرسة في قراءة القرآن الكريم. نعم. الحمد لله، الله يجزيك بخير، كما نسأل الله تعالى أن يجازي جميع الشيوخ الذين يجتهدون في أداء. الله يرزقنا الإخلاص في هذا الشيء كله إن شاء الله. آمين. باش نفتتحوا معك سي كوشي إن شاء الله. بالنسبة للقراءة الشرقية نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأحزاب بإذن الله تعالى. سورة الأحزاب. الأحزاب إن شاء الله نستمع إليها بصوت القارئ العيون الكوشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله
حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. يا سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وبشر المؤمنين بأن لهم
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي الكوشي بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. سي الكوشي المعروف في الاوساط ديال اهل القران لما كيتكلموا على سي الكوشي تيقولوا على انه ما تعلمش المقامات، ولكن الاخرون اللي كيستمعوا لك تيقولوا هذا فنان في المقامات. فهذه مساله تبغي ايضاح وبيان منكم. في حقيقه الامر يعني انا استحي باش نقرا هاد القراءه امام المتخصصين، لكن هاد المساله هذه هي من الله سبحانه وتعالى هكذا. بالنسبه للمقامات ما كنعرفش على الاطلاق اشنا هما المقامات، ما عدا لحد الساعه ما عدا مقام واحد اللي هو اللي بديت به التسجيل وسجلت به هكذا تلقائيا سنه 1985 كان اول شريط سجلته في الاستوديو في الدار البيضاء وبدا كيخرج للسوق. سجلته بهاد المقام وما كنتش عارف شنو هو، حتى من بعد عاد قالوا لي راه هذا مقام الصبا، هو الوحيد الان الا قريت به كنعرف بان راه هذا مقام الصبا. المقامات الاخرى على الاطلاق ما نعرف فيها ولا اي شيء. هذا غير توضيح بين قوسين لان تبارك الله هنا 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 كتكون واحد الرساله، لان وقال احد القراء في هذا البرنامج اهل القران قال على ان القران الكريم المقامات قراءته بالمقامات الصوتيه متيسر لجميع الناس، بما ان المقامات فطريه في الانسان. صح تمام. المقامات الصوتيه هي فطريه في الانسان، الانسان هو بطبيعته كيمشي بذاك بالقران الكريم حسب هذا النغمه. واللي يمكن اللي نقول والله اعلم حسب تجربتي والله اعلم، بمجرد ان الانسان يبدا في قراءة القرآن الكريم ويخلص فيها لله رب العالمين يكون على يقين ان راه هذيك الطريقة اللي غيقرا بها راه رب العالمين كيجيب ذاك الفتح من عنده، وراه شيء طبيعي غادا تكون فيه مقامات من حيث لا يدري الانسان انه كيقرا بالمقامات. لكن شريطة الاخلاص. اذا هذا هو العنصر والصدق في قراءته لكتاب الله. وغادي يتعلم مقامات ويقرا بها ويكون يعني انا هذا رايي واللي شفته والله اعلم. اما الناس ديال التخصص دابا راه غادي يسمعوا ويشوفوا ويقولوا هذا ربما رايهم هما الله اعلم يقولوا لا ليس معقول كذا، ولكن انا كنشوفه هكذا. بمجرد الانسان ما يبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر العظمه ديال رب العالمين في هذا الكتاب العظيم ويخلص فيه راه يكون على يقين ياتيه الفتح من عند الله. الله سبحانه وتعالى. سير كل شيء هذه كانت غير بين قوسين، هذه كانت غير افتتحنا بها، والى الاهم اللي عندنا احنا في هذه الحلقه بالاضافه طبعا الى الاستماع الى القراءات. نعم. ان شاء الله تكون اكثر من قراءه. الاهم عندنا شويه عاوتاني نشوفوا شويه في ذاكرتكم وخصوصا المسار ديالكم مع الكتاب الكريم. نعم. مع القران الكريم بشكل مختزل طبعا. نعم. والا اذا اردنا ان نتحدث عنه ونفصل فيه فخصنا ساعات. نعم نعم, نعم. سي الكوشي بداية الأمر كانت الانطلاقة وأنا في العمر ديالي 5 سنوات دخلت. نعم. خليني من الانطلاقة الأولى. نعم. ديالك اللي كانت في 5 سنوات أو 4 سنوات. نعم. يحدثني عليها الشيخ ديالك. نعم. أعطيني غير المسار اللي فين بدا التألق والتمييز هذيك الفترة يتكلمني عليها. نعم. الشيخ ديالك سي كبر. نعم. إن شاء الله. طيب. نعم. هو انطلاقا من سنة 1979. نعم. كانت أول مشاركة لي في المباراة الوطنية في هنا في الرباط، كانت كتنظمها وزارة الأوقاف. بداية الانطلاقة ديالي في المسابقات الوطنية كانت في 1979. يعني شحال السن آنذاك؟ 67 يعني حوالي 12 سنة. نعم. صغر من ولدي معاد. نعم. الله. ثم بعد ذلك كانت مشاركات دولية بداية بالكويت، دولة الكويت 1981، ثم بعدها 87 بالسعودية، ثم بعدها في 1990 بتونس. وكانت كذلك تسجيلات للمصحف الشريف، كان تسجيل ديال المسيرة القرآنية 1992، ثم بعد ذلك تسجيل المصحف كامل برواية ورش عن طريق الأزرق
2001 بجمهورية مصر العربية. وهذا المصحف الذي يدعى الآن في قناة المجد للقرآن الكريم وفي قناة القرآن الكريم مكة المكرمة. ثم بعد ذلك تسجيل ديال المصحف الكامل اللي هو المصحف المحمدي المرتل اللي سجلته الأوقاف، وقدموه الأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2008. إذا ثلاث مرات سجلتي القرآن الكريم نعم بكاملين. المصحف كاملا نعم. ناهيك على المصحف اللي تسجل داخل الاستوديو، يعني كاين أربع مصاحف اللي مسجلة. أربعة المصاحف نعم. المسيرة غنية والحمد نعم. لله. عطاء التوفيق فيها والقبول والإخلاص إن شاء الله يا رب العالمين. نعم. إذا نرجع لهذيك المرحلة وغادي يكلمني عليها الشيخ سي كبور، لما جاء عندك سي كوشي شحال كان في العمر ديالو؟ خمسة سنوات تقريبا. تقريبا خمسة سنوات. خمسة سنوات. ممكن تعطينا الصورة ديال سي كوشي في ذيك اللحظة هذيك كيف كان وكيفاش كانت الذاكرة ديالو؟ واش كان تيحفظ مزيان؟ واش كان مشاغب؟ واش كان تحدثنا على هذه المرحلة هذه؟ سي نبدا من البركة. كان سيدي فيه البركة ديال الشغب يعني. ماشي بركه ولكن كانت الوقت شويه مضبوطه، وكانت وقت ما كانش كثره الملاهي وما كانش، كانت وقت محكومه شويه. ما كانش اللي يشغل لي البال ديال هو من المنطقه بالضبط في سيدي عبد الكريم اسفي. دورت سميتو سيدي عبد الكريم؟ كان دور كان اسفي في المدينه. مدينه اسفي. لا المدينه اسفي. كان في المدينه والقرا كلشي كان غير قرب البيت. كان كتاب كيخيط فيه. كان المحل ديال الصنعه الخياطه. ومن بعد جات الفكره باش نتناسب معاهم، جات واحد الفكره. عندكم علاقه بمصهر؟ صهر زوج الاخت. الزوج الاخت ديالك؟ نعم. هذا هو السبب باش بيناتكم مصهرات القران ومصهرات الحمد لله والبارح الحمد لله عطات الثمار ديال الحمد لله. الحمد لله هو والاخرين ان شاء الله. شحال تقريبا بقى عندي تقرا عندك القران؟ تقريبا من ديك تقريبا خمسة سنوات، من عنده ديك الساعه 5 حتى 11 العمر ديالو. 11 سنه كان ختم القران. ديك الساعه لا ديك الساعه ماشي ختم، راه حفظ. حفظ يعني شحال من ختم؟ السنه الثالثه ولا الرابعه. ما دخلش الشهاده حتى تبارك الله، ما دخلش الشهاده في المدرسه حتى حفظ القران كله. تحفظ القرآن الكريم عاد لأنه احنا زيرنا عليه شويه. كنت في الابتدائي الابتدائي كله وانا كنقرا في الكتاب. نعم سيدي الابتدائي كله بيناتهم. نعم يعني من القسم الاول حتى القسم الخامس اللي كان في هذيك الوقت تحضيري الكاتريام تروازيام دوزيام الشهاده. هذه الاسماء اللي كانت متداوله انذاك في السبعينات. يعني هذيك الفتره ديال الابتدائي كلها انا كنقرا في الحضارة خمس سنوات. ملي وصلت سبع سنوات دخلت السن ديال التمدرس، دخلت المدرسه بقيت نعم وافق بين الدراسه حتى البكالوريا 89. وكنت باقي كذلك؟ لا انا انتهيت حفظ القران، باقي ما بديتش في الاعدادي، انتهيت حفظ القران وانا في عمر ديال 10 سنوات. 10 سنوات كنت تبارك الله. سبحان الله المشاهدين الكرام، راه النبوغ الى تيبان من الاول. سبحان الله اللي تيكون الله عز وجل كتبان عليه العلامات من البدايه. يعني كاين فعلا انتم الشيخ ودازوا عندكم مجموعه ديال الطلبه وديال التلاميذ. كاين اللي كان راسه قاصح وما كيحفظش من البدايه، كان باين الحمد لله بخير. والحراسه كاينه الحمد لله، حراسه كاينه وهو تا هو كان الذكاء الحمد لله بخير. اذا هذا ما كانش تيتيح لك حتى الفرصه باش هو تا ما كنخدمش الفرصه، هو كيقول لك ما خليش الفرصه، كيدير 10 دقائق ما بين المدرسه والمحل اللي كيقرا فيه، ما كنخليش الوقت. ماشي زعما يبقى يلعب ويضيع ولا كذا، يعني ما تيخليش الممارسه القران كيبغي المعقول ماشي صحيح، لان تيبغي شويه ديال الجد والمثابره. بحال كيلقى مكتوبه هو كيمشي يقرا في المدرسه، يجي يلقى حتى انا كاتبها لي وندي من هذا هو المسيرة حتى حفظ القرآن. يعني في 10 سنوات سي كوشي كنت الرسم كان نعم الحفظ القرآن الكريم حفظ ورسم. نعم ما قراش حتى في شي بلاصة الحمد لله لا في تما. الشيخ ديالك واحد اللي من حفظ القرآن للمدرسة الآن الإمامة، ما قريت لا في المدرسة ولا في شي معهد ولا أي شيء. يعني هذا الشيء اللي كاين دابا الله يبارك راه بركة ديال رب العالمين. طب الله جويتي تعلمتيهم؟ نعم قواعد الجويد. قواعد الجويد عند الفقيه. فاش كنت كنقرا كنحفظ القران، كان في هذيك الوقيته كيبان لي كيكون يسلك معايا اللوحه، في نفس الوقت كنقرا بالقواعد.
رغم داك الشيء هذيك الوقيته كان داك الشيء مبسط وكذا، ولكن يعني هكذا يعني كان غير بالسمع. ما كنت كنكتب لا ابيات ديال قواعد ولا اي شيء، يعني مساله كان غير بالسمع كما قال الشيخ انت. نعم. اكملت الحفظ 10 سنوات. نعم. يعني غير بالسمع، يعني من بعد مباشره ملي حطيت اللوحه يعني ما كانش عندي شيء توجه اخر. هنا انت كنت مباشره دراسه 10 سنوات اكتملت الحفظ 12 سنه في 79 كما قلت لي شاركتي في مسابقه. نعم. وكانت وزاره الاوقاف كتنظم سنويا جوج مسابقات، وحده في رمضان وحده وسط السنه. وكنت الحمد لله بفضل الله تعالى دائما من الاوائل. الحمد لله. ودائما في الاقصائيات اللي كتكون في الاقاليم باش كيرسلوا للفائزين للنهائيات، دائما ما عمر شي سنه كان فيها الرسوب ابدا. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك. نعم. الله. وكان دائما فيها الحفظ مع التجويد، ما كانتش غير التجويد بوحده. جميع المسابقات اللي حضرت فيهم فتره ديال 12 سنه ولا 14 سنه كلهم الحفظ مع التجويد. تبارك الله. سي معاد كتبغي هاد المكان اللي وصل ليها الاب ديالك باغي توصل ليها انت ان شاء الله؟ علاش لا؟ وكتعرف على ان الاب يعني عمل مجهود كبير ومضاعف باش يوصل انت والحمد لله يبدو انه يسير على الطريق حتى هو وان تاخر. المساله اللي كاينه للاسف غير 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 الاحتكاك يعني ديال المدرسه، يعني الوقت ديال المدرسه يعني ما عندهمش الوقت اطلاقا باش يمكن ليه انه يلقى الفرصه باش يكون عنده الوقت أكثر. كافي باش يحفظ اكثر ويستفد اكثر. لان الان ما عدا السبت والاحد صباحا هو اللي كيفوز به فقط. واذا ان شاء الله نستمعوا لهم داك الشيء اللي محفوظ. انت تقرا لنا شي بركه ياك ان شاء الله. اسم سورة ان شاء الله. ما تيسر من سورة سبأ. ما تيسر من سورة سبأ. نستمع اليها بصوت معاذ العيون والابن الشيخ العيون الكوشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء
وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي معاذ، استمعنا لك في القراءة ونشنفوا المسامع ديال المشاهدين الكرام ومشاهدات الكريمات بأخبار أخرى ومواضيع أخرى وصور أخرى عن حياة سي العيون الكوشي من خلال منزله وأماكن أخرى نتابعها من خلال هذه الورقة. وسط مدينة آسف الأصيلة وبواحد من أحيائها العتيقة حي سيدي عبد الكريم نشأ المقرئ المغربي المتميز بصوته الندي وأدائه القرآني الشجية العيون الكوشي المشهور بكرمه وجوده قبل ترتيله وتجويده. لازال هذا الدكان الذي تحول إلى مخدع هاتفي شاهدا على تعتعة الطفل الكوشي في قراءة القرآن الكريم على يد شيخه وزوج أخته كبور مغترف، كما لازال سكان هذا الحي يتذكرون وروده على الكتاب باستمرار. هنا كانت انطلاقة ديالي الحمد لله مع كتاب الله تعالى بداية سنة 1972. هذا هو الكتاب اللي الحمد لله اللي حفظت فيه القرآن، حفظت فيه المبادئ الأولى ديال القواعد التجويد. وانتم دابا الآن كتشوفوا أنه أصبح يعني هاتف عمومي، ولكن الذكريات والذكرى كترجع بينا للسبعينات. وقت ما جيت هنا للآسفي ضروري كنستحضر هذه الذكرى هذه اللي الحمد لله كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ديال هذا المكان الطيب المبارك. وأريد أن أحكي قصة على ذكر الأمور ديال حفظ القرآن الكريم. في هذه الفترات أنتم كتعرفوا أن حفظ القرآن كيكون فيه العرضة ديال الصوار، والفقيه راك عرفتوا الفقيه ديال الستينات والسبعينات ماشي هو ديال دابا، كاين تساهل وكاين تسامح وكاين كذا. هذيك الوقيته كانت العصا، ولكن هذيك العصا كان ذاك الفقيه كان عنده ذاك الاهتمام وذاك الحراره كيبغي يقري الوليدات، ماشي عصا انه كونه انسان يعني فيه ديك الصلابه ديال باغي كنا حنا ذاك الحر ديال ديك الامور كنا كنديروا شي ديك التحرميات ديال الفقيه ديال المحضره. كنت انا في رمضان بالخصوص من بعد الفطور مباشره الفقيه كيجي كيعرض لنا الصور قبل ما يمشي للتراويح. انا اش كنت كندير؟ كنت باقي ما كنصومش، باقي صغير السبعينات، بدايه السبعينات كنجي كنسبق باق الدنيا خاويه. كنعمر ذاك القفل العمس، هذا المحل كان فيه الريدو، كنعمر القفل بالعواد وبالتراب باش يجي الفقيه كيبقى مضارب معاه ما كيبغيش يتحلو سميتو. كدوز نص ساعه ولا ساعه حتى كيأذن العشاء كنزقو معفيين من الحفاظه ديال العراضه ديال الصوار، لان لا عرضت الصوار وما حافظش دخل ليا داري، لان كندير هذيك السبه مشات واحد الاسابيع. الفقيه من ذاك الحنكه ديالو من الذكاء ديالو وصى واحد السيده بجارتنا هذا البيت هذا راه بجار وصاها باش تعرف شكون اللي كيجي كيدير هذه القضيه هذه. انا راني كنكون واقف معاهم هما كيقلبوا وكيخربقوا في سميتو شكون اللي دار هذا الشيء، وانا كنقول الله اعلم. حتى حضرتني هذيك السيده هي اللي بيعات بيا. سبق لي ان عاشرت سي كوشي منذ نعومه اظافره، عندما كان صبيا كان يدرس في هذا المكان، هو ابن الحي، وانا كنت في مدرسه معلمين التكوين وكان تلميذ من مدرسه المختلطه بسيدي عبد الكريم. كان مازال صبيا ولكن كانت الاهتمامات ديالو كلها بالكتاب هنا لدراسه القران الكريم. وبعد فترتين من الدراسه ترعرع وكبر هنا في الحي، وهو يعتبر معلم من معالم
القرآن الكريم في مدينة أسفي. وكعادة الأوفياء لوصولهم، لا زال العيون الكوشي مرتبطا بتراب الإقليم الذي ولد وتربى فيها، فشيد مسكنا عائليا بجماعة البيدوزة الشاطئية البعيدة عن أسفي بحوالي 30 كيلومترا وعن الوالدية بالعدد نفسها، ليقضي فيه عطلته رفقة عائلته وأسرته، متمثلا قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقها، وهو الأمر الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجوانب الخفية في حياة هذا المقرئ الخلوق حبه للرياضة بشكل عام ولكرة القدم والسباحة بشكل خاص. اللي كنجي لهذه المنطقة، هذه اللي هي المنطقة اللي عندي فيها البيت بجماعة البدوزة، وشيء طبيعي الإنسان كيبغي يريح شوية على النفس ديالو من داك الضغط ديال المدينة وديال التعب، كنجيو هنا كنقضيو الأيام ديالنا العطلة ديالنا، وكنهبطوا مرة مع الأصدقاء ومع الوليدات، كنروحوا شويه على النفس ديالنا كيف ما كتعرفوا ان لنفسك عليك حقا، وكنلعبوا شويه ديال الكره وكنشطوا مع الوليدات وكنعوموا شويه وكندوزوا النهار بخير وعلى خير. انا من الاصدقاء ديال السي الحاج الكوشي وامام ديالنا، وكنخرجوا مع رحلات بحال هكا، كنلعبوا معاه كنبسطوا معاه في الاوقات الفراغ ديالو، كنوانسوه كيواسينا ان شاء الله الحمد لله. المهم امام في المستوى وكنقدروه، حنا ديما معاه في الجانب ديالو في الحفلات ولا في الامامه ديالو، المهم حنا معاه ديما الحمد لله. حنا كنجيو مرة كنديروا خرجات خارج عن نطاق المسجد، كتكون خرجات ترفيهيه اللي كنخرجوا بها شويه من ذاك الجو ديال المسجد وهذا، باش ما نبينوا الناس بان راه ماشي دائما حياتي هي المسجد المنزل، ولكن كاين مسائل اخرى اللي ما كيعرفوهاش على السلكوشي. مثلا هو انه دائما كنمشيو كنلعبوا مع كره، كنخرجوا مع مثلا الطبيعه، كنديروا خرجات مثلا المدن اخرى. السلكوشي الانسان هو رجل سموح حليم خدوم، رجل ولله الحمد مرح، يعني انه في الجسد ديالو دائما مرح لابق، ثم هو رياضي ولله الحمد. الان يجي يتفرج في الماتش ديالو، هو الان الحمد لله اللي كيميز هذا المجيه ديالنا دابا هو انه مجموعين فيها بزاف ديال الناس اللي جاوا من اسمه، ولكن انا اصلا دائما كنعيش هذا الجو لان العطله ديال كلشي كيدوز هنايا في هذا الكاب في هذا المكان الهادئ اللي هو على شط البحر، ورفقه العائله ديالي والعائله ديالو كندوزو دائما الوقت في نفس الجو هذا اللي شفناه. وما ان تنتهي العطله حتى يعود الفقيه الكوشي الى مهامه الجليله بمدينه الدار البيضاء، خطيبا للجمعه بمسجد الفتح واماما لصلوات الخمس بمسجد الاندلس المتميز بقيميه الدينيين، فخطيبه من القراء المشهورين ومؤذنه من المجودين البارعين، بالاضافه الى امامه موضوع التكريم. اخونا القارئ الفاضل إمام هذا المسجد، مسجد الأندلس، أحد القراء المشهورين في هذه المدينة، وأيضا هو أحد المشهورين على الصعيد الوطني. والحمد لله هذا المسجد وهو مسجد الأندلس الذي أمارس فيه الخطابة كان في الحقيقة يعني أحد المساجد التي اشتهرت في هذه المدينة المباركة نتيجة تواجدي أخينا القارئ العيون الكوشي بداخله، فقد أضفى عليه رونقا وجمالا وحلية، وكذلك سكان هذه المدينة والحمد لله في كل سنة من رمضان يأتون إلى هذا المسجد بأفواج ويتمتعون ويستمتعون بتلاوته وبقراءته. بالنسبة للعيون الكوشي فهو القارئ يعني القارئ الكبير، قارئ المغرب الأول، هو لا فخر يعني عرفناه يعني منذ 2005 يعني دابا تقريبا شي 7 سنوات، يعني المتواضع يعني القارئ المجيد، ونعم الرفيق ونعم الصديق. ولما زرنا المقرئ الكوشي في منزله بمدينة الدار البيضاء وجدناه أبا حنونا مع أبنائه، سائلا عن أحوالهم الدراسية متتبعا خطواتهم القرآنية. هادو هما الوليدات ديولي، هذا معاد هو المتوسط لأن كاينة بنية أخرى اللي هي أكبر منه مريم، وهذا سيدي محمد
والحمد لله حنا كنحاولوا ما امكن وكنعملوا الجهد ديالنا باش انهم يتعلموا قواعد التجويد باش انهم يكونوا حافظين لكتاب الله عز وجل، وكنعملوا كل ما في وسعنا باش نوصلوهم لذاك الشيء اكثر من ذاك الشيء اللي وصلنا ليه حنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فنسال الله لهم التوفيق والفلاح. كما وجدناه ولدا بارا بوالدته، المرأة التي قامت بدور حاسم في تميزه بين أقرانه أخلاقا وأدبا وتواضعا وكرما. معي الوالدة ديالي وسبحان الله يعني رب العالمين استجب لها الدعاء ديالها، كانت بغى النصيب ديالها في حفظ القرآن الكريم، وكنطلب رب العالمين الله يمتعني بالرضا ديالها. وكذلك الوالد رحمة الله عليه كان كذلك هو سببا، وكان يحب كان كيبغي انني نكون حافظ القران بلا ما نكون كنقرا في المدرسه، فاسال الله ان يتغمده برحمته وان يشفع فيه القران وان يمتعني برضاهم ان شاء الله رب العالمين. الله يرضيك. وليدي يا وليدي في الكتاب العزيز، وانا مفرشاه مغطياه انا راضيه عليه، وقريته بالله عزيز علي القرآن بزاف، وقريته والله يرضي عليه حسنة ما فيهش حتى حاجة اللي هي فيه ما كيناش. ونطلب من الله يشوف فيه ويشوف الإسلام جميعين، وليداتي وليدات العباد جميعين. أنا كان أبو الدعاء لوليداتي وليدات العباد جميعين، وأنا مفرشهم غطية تريك تريكتو والوليدات الجامعين. والله يرضي عليه قريته حسنه وكبر لي حسنه وكبر لي زوين ما كيدير لي ما حد ما والو. انا كنطلب من الله سيدي ربي يشوفي ويشوف الوليدات الجامعين، كنطلب لوليداتي والوليدات الجامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عدنا بكم مشاهدين الكرام إلى شيوخ الأفاضل هنا في الاستوديو في البلاطو، ونرجعوا للسي الكوشي. تجربة ديالك خارج أرض الوطن هي الحمد لله ما زالت متواصلة، بدأت إمتى بدأت؟ أما الآن أنا عارفين أنها ما زالت متواصلة. نعم. يعني سواء في المسابقات ولكن في الجانب الاخر عاوتاني الجانب ديال انك تمشي كدير كتقرا تما تستدعى للمحافل الدوليه المؤتمرات. نعم نعم. كيف ما قلت في الاول، كانت البدايه في 81 فيما يتعلق بالنسبه للمسابقات الدوليه، ثم بعد ذلك السعوديه، ثم بعد ذلك تونس. لكن انطلاقا من 1999 و2000 كانت أول دعوة توجهت لي من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية. سنة؟ 1900 رمضان 99 2000 رمضان 99 2000 توجهت لي دعوة من المركز الإسلامي ببروكلين مدينة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية باش نقوم بصلاة التراويح هناك. صليتي التراويح خارج رمضان؟ نعم، شهر رمضان بأكمله. بأكمله؟ نعم. وفي نعم. دولة أخرى؟ ثم بعد ذلك 2001 كانت انطلاقة في مسجد الخليل بمدينة بروكسل بلجيكا لمدة 4 سنوات متتالية. 4 سنوات متتالية. نعم. هذه السنوات الأخيرة كتمشي؟ هو مع بداية تواجدي بالمسجد الأندلس كإمام رسمي، يعني ما بقيتش كنخرج على برا، لكن هذا بالنسبة فيما يتعلق برمضان. نعم. كانت آخرها 2005، من 2001 إلى 2005 كنت كندوزها بمسجد الخليل بروكسل بلجيكا. لكن الآن من 2005 الآن سنويا تقريبا ما يزيد على 5-6 مرات أو أكثر كان أستدعى لفرنسا للمؤتمرات، افتتاح مؤتمرات. يعني هناك يعني تجمع مسلمي فرنسا عندهم تنسيق مع وزارة الأوقاف،
وباستمرار كتوجه لنا الدعوه باش 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 نقوموا بهاد المهام هناك. يعني كتمشي لقراءه القران؟ انا كنمشي كقارئ، لكن كيمشوا ضيوف اخرين اللي هما اساتذه جامعيين او غير جامعيين بالنسبه للمحاضرات. يعني الحمد لله يعني القران في ايطاليا وفرنسا وبلجيكا كذلك. هذه يعني سنويا سنويا مرات سنويا اكثر من 4 مرات 5 مرات في السنه. نعم، لان هي رساله فعلا. نعم، كل سفر فيه رساله. صح، والناس تيستمعوا للقران الكريم خصوصا لما تيكون مرتل وقواعد. نعم، زوين منضبطه. نعم، تيحبوا. نعم، هما فعلا القران محبوب. نعم، بطبعه، ولكن حينما يرتل ويجمل ويحسن فاكيد ان الناس تحبه وتعشقه اكثر. لا شك، لا شك. ان شاء الله. وحنا بغينا ايضا نستمعوا لتلاوه اخرى مرتله، ولن اذا سمحوا لي الشيوخ انا غير نقول نسمعوا بالطريقه ديال العيون الكوشي. هذه الطريقه اللي كيقرا بها السيد العيون الكوشي. انت ما قلتيش شي واحد في القراءه؟ لا، بالنسبه للتقليد على الاطلاق في المسار ديالي بلي كنت كنقرا الى يومنا هذا، بلي كنت كنقرا في الكتاب في الحضار السبعينات الى يومنا هذا، ما عمرني خديت شي شريط وقلت غنتصنت لهذا القارئ باش ناخذ عليه على الاطلاق. يعني اسست اللهم الان الحمد لله. راه مع السياره الانسان الان كيتصنت باش ياخذ الحلاوه ديال الكتاب ديال القران. نعم، اذا ان شاء الله تستمعوا ليك في هذه القراءه. هذه ماذا ستتلو علينا؟ ان شاء الله ما تيسر من سوره يونس. ما تيسر سوره يونس. من سوره يونس نستمع اليها بصوت المقرئ المغربي المتميز والمتألق سي العيون الكوشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق
نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي كوشي بارك الله فيك. نشوف سي لينا قربنا باش النهايه وحنا باقيين اذا كان ممكن ان شاء الله تزيدنا شي قراءه اخرى. نشوف غير الشيخ سي كبور اذا كانت شي كلمه اخيره تقولها لنا في حق تلميذك اللي تبارك الله اصبح شيخا. وسيدي نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظه ويحفظ وليداته ووليدات جميع المسلمين. اللهم امين. وكان بغي يكون ان شاء الله الناس يكون قدوه للناس اللي كلهم باش يقراوا القران ويحفظوه ويتقنوه. بارك الله فيك. انتم يرجع لكم الفضل ان شاء الله للسهر على هذا الله يجزيكم عنا خير. بارك الله فيك. سي معاذ عندك شي كلمه بغيت تقولها؟ كنطلب من الله يوفقني في حفظ القران الكريم. تكملوا ان شاء الله ترى حافظ بارك الله 20 وتكملوا ان شاء الله وتصبح مثل ابيك وكما قال هو في البدايه قال تكون افضل. ان شاء الله عز وجل ان شاء الله. سي الكوجي تقول لنا كلمه اخيره في هذه الحلقه. وان شاء الله نختموا بقراءه ديالك تكون قراءه هي الخاتمه ديال هذه الحلقه بحول الله. شنو الكلمه الاخيره اللي تقول لنا؟ فالكلام ديالي غادي يكون موجه اصلا لاهل القران بصفه عامه باعتبارك واحدا نعم من الشيوخ ديال القران. فاسال الله للجميع ان نكون من اهل القران وخاصته. يا رب. نطلب الله سبحانه وتعالى يرزقنا الاخلاص كاع القراء وكاع اهل القران يستحضروا في القراءه ديالهم في المهام ديالهم مع كتاب الله باش يكون الاخلاص والصدق لكي يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الامر لانه ماشي سهل انك تعطى كتاب الله سبحانه وتعالى ويكون فيه توجهات اخرى او لا تكون فيه يعني من اجل يعني مسارات اخرى ولا من اجل اهداف ما عدا الاخلاص هو اللي خصو يكون في هذا الباب. شكرا لكم. شكرا للشيخ سي كبور مغترف سي معاذ العيون وسي العيون كوشي ولكن ان شاء الله انت اللي تختم لنا هذه الحلقه. انا غير الا كان ممكن الصيغه المغربيه واش عمري انا بعدك ما عمري سمعتك كتقرا في الصيغه المغربيه. في الحقيقه في الاول ديالي في المسابقات الاولى الوطنيه اللي هي اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات كنت كنقرا بالصيغه المغربيه. يعني كنت كترشح للمسابقات في الصيغه المغربيه؟ نعم كنت كنترشح لها بالصيغه المغربيه. اذا ان شاء الله بدون مقامات. لكن الان ربما نقدر نكون تلفت عليها ولا اي شيء ربما غير اللي غيسمعوه اللي هما اهل التخصص ديال الصيغه المغربيه يعني يقدروا الموقف وبدون تعليق. ستكون خيرا ان شاء الله. صافي خير ان شاء الله. وبها نختم هذه الحلقه. ان شاء الله.
شكرا لكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله خير الله على صوتك. بصوتك سنختم هذه الحلقة إن شاء الله. مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا طبعا بعد قراءتي إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل الرحمن إذا مررتم برياض الجنان فارتعوا واقرأوا آيات الرحمن.